BFM Nouvelle Génération. Tariq Al-Hanachi. 8 و9 دقائق رجعنا معكم في ساعتنا الثانية في نوفيل جينيراسيون موسين حتى لتسعة متاع الليل. تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا تفرجوا فينا على شين يوتيوب اي اف ام تي في ولا على باج فيسبوك راديو اي اف ام. نمر الواتساب 58 550 772، تبعثون عليه الفيديو متاعكم، مواهب، اجتياح، تمثيل، رقص، تقليد، تقليد، لا تنشيط، اي موهبة من المواهب هذوما تبعثونا على 58 550 772. بعد شوية نحاول نعدي لكم بعض المواهب اللي بعثونا لفيديو العشر الاف لايت للربح. عياويني بابا على 31 308 ألف، كلمونا وتربحوا معنا 10 ألف لايت. مواصلين بقيادة مروان بوزين مونغاتي مونغاسور الجميلة ليديا العسلي هلو هلو أحمد العجيمي أهلا وسهلا بحضور أوس المسعودي مرحبا، وتواصل معنا أسمع سونا أهلا بالجو بالفرحة أهلا بالتوكسيك جملة أهلا بالتوكسيك جملة أحمد لحظة أوس قلي الكاسك متاعك جيبدو منين؟ جيبدو من من اللي صغير شنوخ آي بحق أنا أغزري مشكلة كبيرة كنت المستمعين هم شي شوفوا ليش فضلت البلاسة شوفوا في اللارج يشوف عندي عابد توكسيك ينقنق يقنقن ليه ليه ينقنق بالمقلوب فيرلون يتسمى في الفرنسية أنا قاعد من مقابل معناها على شيء اليوم انا فمن حاله ترابلز صحيح بدي حكينا على 2010 اي واضح يا اخي فما واحد ينقنق اجا منا رمي يبعثوا لي في المساجات علاش خاطر في كل جروب فما واحد في كل جروب في كل جروب انتم ماكم جروب في كل جروب فما واحد عنده ديما سيله قريبه من الاداره صحيح اللي هو غالبا يكون الانيماتور لا المره ذي فما شكون فاتك بدي قائد البارح ايوه اليوم بدي يخدمك صحيح يبعث في العباد من اما حاسوا باش يفوتني في الراحه الصيفيه زاد وهي مؤبده سوكي باري واللي هي فقره توا توندونس العجيبه حاضره 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 ولا مش حاضره اخي اليوتيوب محضرها مش انا تسويت توندونس العجيبه الفيديوهات اللي دايره نسمعوها اوس نشوفوا شنو الشعب التونسي شنو اهتماماته شنو اكثر حاجات على اليوتيوب الشعب التونسي شنو يتفرج فيها. عندنا الاغنيه الاولى في توندونس فريد الاكسرانخيرو الغربه وين عملت 50 ألف في 10 سوايع باه. اما الفيديو الثانيه اسمها ردة فعل اخواتي على صوري بالفوتوشوب شنو ردة فعل اخواتي على صور على صوري بالفوتوشوب معناها اخواتها رياكسيون نتاعهم قداش قداش شنو جنسيتهم هذوما توانسه اخوي مليون فيو مليون فيو لا مش توينسا مال لا مش توينسا أظن مش توينسا ما في تونس لا خطر نحسدوا احنا توينسا في مليون فيو لا خطر فما بلا سامحني فما جماعة هكذا يقولوا هلا والله شو أنا اليوم فيديو خطير شنو هذا وثلاثة ملايين دار شنو يخرجوني في التوندوس تاعي انا وانا قالك في الدار شنو علاقتي انا بواحد في جدة يفدلك مع اخته اي اعطيني انا مثلا شنو السيله نتاعي لا بالحق ولا شيء ولا فما فيديو مره ذوك ما كلم شيء وشافوا نعرف فما دي يوتيوبر والله مره هبطت صادق لا هبطت معناها في الستوري في الانستغرام قلت هذوما شكون فما جماعه قال جين يظهر لي فهمتني هو مرته مشاو شافوا في برج خليفه ذكر ولا انت باش تجيب مرته تعرف الفيديو ولا بتبيعه معروف معروفين هما شو اسمهم الفيديو شنو هما مش معروفين انا نفس الاحساس أي. اما علاش يعملوا في ال 18 نزلوا الكوتش احنا علاش الفيديو كنا كيت عامل الرقم هذا علاش علميا معنا علميا والله الانسان ولا اسمع الصوت كي تسمع وبركه تعرف اللي هو حاجه علميه نو هي انت شايف بديت تتكلم عرفت فما حكمه جايه فوالا والله ما عرفش الانسان تخل بعضه معناتها تلمو عليك سامحني اسمع نحن ما ياخذوش عليك انت مادام كان في تي مادام تنجم تقول اللي تحب تغش ديو لا طارق موسينا ليزانفيتي ما احنا لي سواري لي زيفينمون اللي يعملوهم لي ريفيلاسيون نتاع البيبي اسكو طفل ولا طفله معناتها يعملوهم دي زيفينمون برا فهمت ولي رياكسيون نتاع الفرحه نتاع العبيد هي اللي تجلب لوديونس معناتها انا نحب نشوف لي رياكسيون مثلا نتاع لا مامون لا بيل مامون لي غران بارون كل كيفاش يفرحوا مثلا كاين طفله ولا طفل فهمت اي انا حبيت نبداو الكوبل تاعي انت اللي باش تطلع باش تطلع ما كان الكوبل من العبيد قلت لي لانفيتيرا وجايه ضربك لحظه من العباد اللي بتطلع العباد توكسيك اللي ما تحبش تشوف العباد فرحانة في الفيديو يا ربي كيفاش تستغرب انهم العباد يحبوا يشوفوا العباد فرحانة
توانا نجاوب ولا ناكل الفيديو الثالثة طارق الفيديو الثالثة طارق قبل نكمل نحكي ماهيش تونسية أما في تونس دقيقة بركة جيت بحدك مانفيتي لابس عليا مروح توكسي جيت بحدك ولابس عليا المشكلة شنو أخوي أنا مشكلتي طارق شنو أنه اللي ما فهمتهاش هي اللي نحبهم التوانسة معناها كي عملوها أنا قلت لك شنو مشكلتي مشكلتي علاش يطلعولي في التوندونس تونسية وأنا ما نعرفهمش سألت طارق قال لي زاد أنا ما نعرفهمش أما يخرجوا لها في التوندونس أنه الفرحة هذاك الكونتوني أما أنا نحكي لك مثلا نقول احنا عندنا يوتيوبر طيارة مثلا سامي الشافعي ودارسكون وورسي جاي عرس نهار اخر يعمل الفازة ديك وتطلع لي هنا التوندونس تعجبني خدرو تونسي نعرف أما نحكي لك العبيد تدخلنا في التوندونس متاعنا نحن قادرين ندش تدخل تلقى في توندونس السعودية في توندونس تونس وانا ما نعرفوش علاش محطوط غادي هذا سؤالي معناها مشكل في الكونتوني هذاك اسمه الجوريتم ليديا خلي كمل العجمي كمل العجمي الفيديو وما عاد يخص عليه حتى فما فيديو التيتر هي ماهيش تونسيه مهمش تونسيه في الفيديو اما حسب التيتر يظهر لي في تونس الفيديو اسمه اول مره نسافر هذا البلد ضاعت حقيبه السفر تونس تونس ضاعت ولا ثم اسمع اول مره نسافر هذا البلد ضاعت حقيبه السفر باه تونس فيديو مهم هاي ومازال تغنيته لك فوري في توندونس 5 ملايين باه البنت القويه البنت القويه باه وحتى مش انا بتاع تامر حسني مازال مش هو هذيك صارت فيها مشكلة حالة شيحة اللي مثلت في الكليب قال لك صورته هي قبل ما حسب ما قالت هي قبل ما نتوب قبل ما تعرس بالدعاية بعد ما صوروا الكليب قالت له راني تبت ما تهبط ليش اللقطات اللي قرب شوي يا اخي وهبط الكليب كامل مش انا اخي هبط راه توا قال راني هبط من حسني هاي تويتر عرفتهم عندكم تويتر انا غير مصري هبط تغريده اخويا غرد قال راني عمري ما وعدتها وراو قالوا نفس اللقطات اللي في الكليب موجودين في الفيلم اسكو حرام كان معناها في الفيلم وفي الكليب معناها عنده ثلاثة جمعات في السينما يدو واضح لا شيء معنا حاجه اخرى في اليوتيوب صبغت شعري لون غبي وندمت اي شنو اللون الغبي غير مليون 200 قداش شنو اللون الغبي لون غبي ما مارون انت باز ما تفرج الفيديو دونك قاعدين نتفرج مارون لون بالنسبه لها سميت الفيديو لون غبي وعملت مليون 200 ما في ايش عندنا اخر فيديو كهو هذاك ايش عندنا في هذوما في توندونس في توندونس كوتش اسمع علاش هالفيديوهات هذوما في توندونس والله علميا ماشي علميا حتى تعرف الحكايه سي الالغوريثم معناتها نتاع يوتيوب هو اللي عندهم لوغ باغاميتر لا فما عالم علاش علاش لا سول شوز اللي العبد يحب يشوف حاجه اترانج معناتها اي حاجه اترانج ولا حاجه فيها سوربريز ولا العبد باش يمشي يلوج عليها خاطر تجلب له انتباهه فوالا سي لا سول شوز كوريوزيتي كوريوزيتي حب الاطلاع اي هو الانسان ساعات يرى حاجه سامحوني ما نعرفش واحد يعمل في حبه ولا حاجه في واقف يقعد يتفرج فيها معناتها شي الحبه خاطر ما تفقع حبه لا تعجيني اللاكت ما فهمتوش مش مطابق حبه هكا انا فما عملها دونك نعرف فما ساتيسفاكسيون معناتها ولا كي ترى حاجه بيزار هكا ما نعرفش واضح البارح مروان كانوا دخلوا معنا التوانسه اللي في تركيا اللي قالوا انه محصورين في اوتيل وقالوا انه يعتبروا روحهم انه تعرضوا لعمليه تحيل من ويكاله الاسفار عندهم 4 ايام غاديك قالوا لهم مازالوا 6 ايام باش يقعدوا 10 ايام في حجر صحي بيسكو فما شكون مرض بالكورونا وشفنا حتى الفيديو في الاوتيل وكل الاسفار اللي اعتبرت روحها هي المعنيه ممكن برشا كومنتريات حتى كتبوا واحده من الوكالات هذه دخل معنا المحامي سيد سامي الجبالي يعطينا اكثر تفاصيل مدى دخل وكاله الاسفار باللي صار لتوانسه غاديك نفهموا الحكايه الكل اهلا وسهلا استاذ أهلا بك شحوالك في طارق الحمد لله شحوالك أنت الحمد لله الحمد لله الحمد أمور الصحة بخير ساعة قبل كل شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمد ونشكره الحمد لله البارح دخلوا معنا التوانسة اللي في تركيا اللي هم محصورين في أوتيل أنتم كوكالة أسفار حسيتوا رواحكم أنتم المعنيين بالحكاية ذي بأنكم عندكم شكون مشي لتركيا هكا ولا أي 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 في طارق خضر عنا جماعة من جروب قاعدين توا يعملوا في الكونفينمون مدة 10 أيام على خاطر فما شكون طلع عنده كورونا فاريون دلتا واضح هذا اللي قالوه البارح معان اي باه انا حبيت نوضح حاجه اللي معناها نبدا بالشيره معناها كما قلنا احنا بالفولي القانوني اي وهذا حبيت زاد التوانسه الكل تسمعوا اللي راي الفورمولير اللي تتعمر في التركش ايرلاين كي تجي طالع ولا حتى في تونسير كي تجي طالع قبل ما تحط باجاجك في الامباركمون هذيك تعمرها تعملها تي شارجي هذيك رئيسها اللي انت كي تعمل لاكسبتاسيون اللي انت راك تخضع القانون الطوارئ الصحي التركي بيه اللي انت راهو كي تصير كي فما واحد في الجروب
تمشيو جروب وفما واحد عنده كان تاع كورونا راهي الناس كلها تخضع للحجر الصحي في مبيت راه مش في الوتير خاطرش نرجعوا نرجعوا للوتير اي بي تخضع للحجر الصحي مده 10 ايام في الوحده في المبيت وراهي السلطات التركيه عندها الحق باش تاخذ منك عينات وانت في الاراضي التركيه في اي وقت وفي اي ظرف وقت اللي هي ترى اللي شنو هو صالح باش تاخذ انت ما تجيش تمتنع باش ما تعطيش عينات نتاع بي سي ار هذا البروتوكول معمول به في تركيا دونك هذا صح هذا انت كي تقول نحن نقولوا نحن صحاح الكترونيك انت كي صححت عليه قبل ما تعمل امبارتمون في الطياره انت صححت في بالك كل شيء فما معلومات زاده تعطيها او باش انا حاجه نقول لك باش من بعد نرجعوا للكا كان نتصور نحن المعنيين به اللي انت هما يسالوك يقول لك انت مرضت بالكورونا انت عندك شكون مريض وانت باش تركب في الطياره بالكورونا ولا عندكش شكون توفى بالكورونا في عائلتك هما لازم تعطيهم معلومات من المعلومات اللي تعطيهم بالنسبه للجروب هذايا هما كانوا في رحله من باموكالي حتى لانتاليا الجيد اللي في الجيد اللي في الكار شك في امراه اللي هي عندها كورونا فيروس علم عليها كي مشاو الاستراحه في كيما تقول انت في اللوتوروت كيما نقولوا نحن الرولي نتاع جرون بيليا ولا حاجه خلط فريق طبي خذا عينات ومشي على روحه اي اتضح اللي فما المراه هذه اللي شك فيها الجيد اللي هي عندها الفيروس بي في البي سي ار نتاعها عزوها هي وراجلها واولادها اللي دخلوا معنا البارح قالوا انه التحليل اللي صار مازال ما خرجتش النتيجه نتاعو لا هاو شو مازال ما خرج هذا اللي قال البارح معنا لا هاو شو مازال ما خرج بي سي ار يخرج نحن في تونس يخرج في ساعتين باهي معناها معروفه انا الناس كلها تعرف يخرج في ساعتين هاو شنو التقطيع الجيني مازال ما خرجش على خاطر خاطر هما عندهم تو 90% اللي هي دلتا فيروس وراي عكسنا نحن تو نحن اكثر التصريحات يقول لك 40% دور دلتا فيروس هما غادي تدي باسبالي 3% حتى تدخل على على السيت نتاعهم يعني هما عندهم دلتا فيروس حاجه كبيره برشا اي مازلت ما انتشرتش برشا في تركيا برشا في تركيا دونك عزوهم هما وعزوا الجروب اللي معاهم حاجه عاديه باش يتعزوا الجروب اللي معاهم واضح بعد ما هزوا للراجل ومرته شنو صار؟ بعد ما هزوا رجلوا ما تمشيوا المبيت حطوهم في مبيت تدخل صاحب الشركة قال لهم هذوما ما حبوش المبيت وقلقوا في المبيت هزهم لوتيل اللي هو راهو اللي هو نورمالمون راهو مش على حساب الوحدة معناها الناس كلها تدخل تقرا التيليشارجمون اللي عملوه هما صحوا فيه راهو على حسابهم هما واضح ايش يقول لك القانون الطوارئ الصحة التركي الفصل الرابع يقول لك راهو كان انت باش تتعزل خاطر فما عباد جات معاك هي عندها اتضح لي عندها الكورونا فيروس لكن باش تخلص على حسابك وباش تبدل تذكره الطياره على حسابك وما تطلع في الطياره من تركيا الا ما تكون نيجاتيف باه مش معناها 10 ايام راه عزل معناها انت 10 ايام عزل وتطلع تروح لتونس لا لازم تحليل نيجاتيف فانت فما عباد تقعد 20 يوم تنحى منها الفيروس صحيح بالنسبه لي هما كي صحوا تو سامحني انا عبدي صحح باهي ويحط لي زانفورماسيون فما حاجه اخرى المراه هذه اللي عندها الفيروس بوها توفى 3 ايام بعد ما وصلت لتركيا كي نرجعوا نحن للتيليشارجمون نتاع التصريحات نتاعها تقول ما عندي حد مريض بالكورونا واضح ما عندي حتى كا وما عندي حتى كا وانا مش مريضه وما مرضتش وما عندي حتى حد في العائله ما نصورش انا الوالد نتاعها الله يرحمه توفى 3 ايام بعد ما وصلت هي معناها مرضت في 3 ايام وتوفى نحن تقول نعرفوا بالخلاف فما كان جوع مش بالضروره استاذ راهو مش بالضروره انه يكون عنده 15 يوم ملي مرض ما تصورش حتى 3 ايام زاد فماش عباد تموت في 3 ايام بالكورونا وعبد ما ولكن مش بالضروره انه اللي مات بالكورونا معناها راهو عنده 15 يوم ملي مرض بها معناها ماهوش هوسبيتاليزي هذا هوسبيتاليزي فما شكون توفى بالكورونا بعد اصابته بها باقل من 15 يوم ماهوش بالضروره انه بعد 15 يوم سامحني مش 3 ايام زاد بتتر 3 ايام ليه ولكن كان زور ماهيش اللي هي مش العدد نقولوا 6 جور نقولوا سي طارق 6 جور باهي بالنسبه كي خرج من تونس علاش كي تعمل فورمولات تقول ما عندي حتى كان تاع كورونا في العائله واضح بالنسبه للوضعيه نتاعهم اللي قالوا ان لوتي اللي تحطوا فيه 3 ايطوال وما ماهوش باهي الماكله مش باهيه هما مشاو المبيت هما مشاو المبيت رفضوه مشاو لوتيل دخل صاحب الشركه مع والي انطاليا اي باش حطهم في لوتيل اي والوتيل هذايا معناها فيه جميع المرافق جميع طلباتها مستجابة ماكلة وأي حاجة خالص اللي هو القانون يقول لك يخلطوا على رواحهم
تذكره الطياره نتاع الروتور خالصه خاطر هما قاصين تذكره اللي الروتور فيكس. واضح. وزادهم حاجه اخرى قدم اللي يحب يكمل الرحله معناها البروجرام تاع الرحله يكمل على روحه ويروح زاده على حسابنا. ما تصيرش من هكا ما تصورش كيفاش عبد يجي يقول انا كيفاش انا في الكونفينمون كيفاش نقعد كونفينمون يعني مش 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 الشركه ولا لاجونس حتى في الكونفينمون هذايا هذايا عبد كي يدخل للتراب التركي حتى صحح لي وخاد على القانون الطوارئ الصحي التركي. واضح استاذ واضح مفهوم اللي قلته الكل بالنسبه ليك اللي الناس اللي يسافروا. ثم حاجه اخرى سي طارق ثم حاجه اخرى توا نحن في وضعيه استثنائيه نتاع نتاع جائحه عالميه يعني حتى اللي يسافر يبدا يعرف روحه على شنو هو قادم يعني مش يتو امبروفيست هو معناه هو غادي وما يعرفش الكورونا فيروس وما نحن في تونس العباد تجي هنا تاخذ على الحجر الصحي. واضح استاذ بالنسبه لكم نختموا الخطا ليس خطا وكاله الاسفار. مش خطا هذوما هذه عباد صحت على على قبل ما تطلع للطياره قبل ما تمشي للتراب التركي اللي هي خاضعة على القانون الطوارئ الصحي التركي اللي في تركيا واللي حطتهم في الحجر الصحي هي تركيا. هي تركيا مش لا لا جونس لا تونس هذه لا 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 هما كانوا في مبيت هما هزوهم من المبيت راهم من الاول هما تقلقوا في المبيت وصارت التدخلات أني قلت كان والي أنطاليا والسيد فما شكون حتى من السفارة التونسية غادي ونقلوا على حساب لاجونس لودي. واضح أستاذ كان ترجع توسي طارق سمعت حتى كان على الانترنت والعباد تسمع يعني حتى كان ترجع للقانون التركي ما فما حتى حد عنده الحق راهو باش يعمل كونفينمون فلوتير راهو غادي. واضح استاذ وصلت وصل الرد نتاع وكالة الاسفار. احنا نعطيكم نفس التوقيت اللي دخلوا به التوانسة اليوم محصورين في الوتيل هذا. احنا على كل نتمنوا انهم يرجعوا بخير لتونس في اقرب وقت والناس كل ردوا بالها تاع الوقت هذا السفريات والفواياج كل ردوا بالكم كما قال هو جمله الناس تعرف شنو الوضع تاو دونك ردوا بالهم اي واحد وين باش يمشي الوقت هذا حساس شويه. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة نتاع الليل في نوفيل جينيراسيون راجعين بعد شويه. معكم في نوفيل جينيراسيون موصلين حتى للتسعة متاع الليل. تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا موصلين بقيادة مروان بوزين مون كاتي عاصمة مرحبا بكم في النص ساعة اللي مازلت أنا ليديا العسلي هلو هلو مرحبا بك طارق ومرحبا بالعباد اللي تسمع فينا بنغوت أحمد العجيمي بونسوار بونسوار صحيت أوصل مسعودي شبيك عاش نتكلم سبب شبي بابا توكسيك خويا خويا انا راهي غضتني على الاخر والله تصور تمشي لدار عبيد يقول لك راك توكسيك كملوا نرحبوا باللي جبت لنا توكسيك ما فهمتش علاش تو تي سنتي فيزي ساعه ما حليت انت توكسيك انت لبس بالاصفر دونك تو كو اتر اون بيرسون بوزيتيف هذه اللي تفسر لكم هي اسماء حسون انت عاد تو تسويت لشنو تحب تقول له احمد العجيمي خويا غالي السناب شات أي. فيه حاجه انه تبعث مساج يتفسخ اوتوماتيكمون بعد 24 ساعه شيء تحب تقول له اللي جاب الفكره هذه نتاع سناب شات بكل نتاع فيسبوك سابقوا عاد كيفاه نتاع فيسبوك فما ديسكسيون بريفي هذيك بريفي هكا اسمها احكي لي على سناب شات اللي فيه من غير سناب شات ما نستعملوش وما يعني نيجي نحب نقولوا شيء عليه ما نستعملوش باهي مروان انا بدي شبيه انا بدي ما عادش نستعمل سناب شات ملي كالي جينير عملت ديزانستالي وقالت ما عادش عملت فيديو هي وهي ديزانستالي فيه صحيت باش صورت وهي ديزانستالي يدي اخي في بالك وحده تليفون فيه سناب شات مال يدي كالي جينير عندها 6 ايفونات عجيمي نسيتهم هذوما باه ليديا ان فيت في سناب شات ديسكوسيون ما تتسجلش الا ما انت تقرر انك باش تسجلها العبد اللي تحكي معاه تجي نوتيفيكاسيون راه فلان الفلاني مسجل الديسكوسيون فهمت وزيد كيف كيف كي تعمل كابتشور ديكران كسوا على تصويره ولا الديسكوسيون بيدها معناتها ما تتبعث للفلان اللي تحكي معاه فما الكابتشور هي اللي تتبعث اي الكابتشور وحتى كي تسجل معناتها ديسكوسيون خاطر شنو هي الاحسن حاجه في سناب شات وعلاش خرجت توندونس اللي هي ديسكوسيون تحكي مع عبد ما فماش دي تراس نتاع الديسكوسيون هذاك كي تحب تخلي دي تراس تعطي نوتيفيكاسيون للعبد اللي تحكي معاه دونك ما تساعدش البنات التوانسه حتى الاولاد خاطر هي ماذا بها تعمل كابتشور ديكرون تبعثها لصاحبتها باش توريها هما زوز فاش قاعدين يحكيو وكان فما عركه باش تفسر لها وزيد تعطيها دي زاركيومون باش تشجعها تساعد جوست تساعد اللي يحب يتسلف هي يحب يتسلف برو ما لقاش عندك 30000 وين الديسكوسيون انا كلمت مشيت على اون برانسيب مروان تساعد الرجل التونسي المتزوج
المتزوج اللي مثلا عنده صديقه ويحكي تتفسخ المساجات بعد 24 ساعه دونك تساعدوا. لا بالعكس الرجل التونسي احنا عندنا برشا ما نعرفش برامو هذم لي توكسيك زاد اللي امبوسيبل مثلا في الليل شعب الجمعيه انا لو حياتي توكسيك يبدا اسمع يحكي مع بنيه في الليل لازم كان ما يقعدش غدوه في القهوه ويجبد الديسكسيون للولاد الكل شوش قتل ولا انا في بالي بها الفزر هي عند اوبسيون عند البنات لا لا حتى الاولاد في القهوه وما عادش فرق توا الاولاد هذا اسمه مرض هذا راهو اللي يحكي على اللي عمله ديما يحب يحكي على اللي مع شكون حكى يحب يوري روحه ولا شيء لا شو غي هذيك باش الليغو نتاعو باش يوري هاني عملته ها وحكيت معايا ها نابع من عقده الى البروف يعني حب يوري الاخرين اللي هو فاز مش نورمال. انت كي كنت تعملها كنت تحب تتخلص من عقد ولا علاش؟ انا كي كنت نعملها جوست باش نوري اكل بوا الاولاد معناتها المفالوريز اوكي بيه عندك قل السناب شات سناب شات شبيه تحيه لي تحيه لي شبيه خرج برشا تفاهه سناب شات كيفاش غادي منت... انا ما نحبش ندخل السناب شات اكل الوجه بالكلب شنو انا مره ريت ميسي شبيه ميسي برو بالكلب ابو والله العظيم والله هو عاملها ولا مركبينها ليه مرته شاده وعامله من الفلتر وميسي معناها ميسي كرت عليه مرته معناها المراه حتى ميسي مرته كرت عليه معناها بالشفه انت ميسي وكل الكف صحيح فهمتني خويا اي طارق شنو اللي ما عجبكش فيه الكلب فهمتي ما نعرفش حسيته ما كاين نجح برشا نجح والله فما لرنب كيفاش تقييمك انه نجح الكل عملوا عجبني انا ما عجبنيش انت ما عجبكش يا طارق انت ما تمثلش العباد جمله معناها ذوقنا وذوقك هو حتى الانستغرام معناتها عند سناب شات في اللي فلتر نتاعو خاطر هو الى لونسي التوندونس هذيك باغ احنا زاد علاش ما عادش اوني بلو بلوتو فان من سناب شات خاطر سناب شات ياسر يكونسومي 3 جي اكزاكتومون فهمت دونك احنا توينس ما يساعدناش نسيهم معناها بشكر سامحني طول معناها نحن سناب شات معناها ما ضربش في تونس ياسر اما توا لا توا في الخليج وفي برشا رئيس سنابات نتاعهم تتباع معناها صحيح تلمون فيها ملايين توا احنا عندنا برشا ديزانفلونسور ودي بيرسوناج بوبليك خرجوا من سناب شات منهم سحري بحري اللي هو نجم نسميه من يخدم معنا في اي اف ام وكل سناب شات علاش يكونسومي برشا 3 جي وهو قد ما لبس بيه سحري بحري اون بيزوان دو تراس وكل هذاك علاش في تونس ما لقاش انا نحيتها على الغيزون هذه انا بيتي كيف à un certain moment. Par contre, en France, il y a des placements de produits agla hatta men Instagram ou men Facebook, fi Snapchat. Fi el Khalij qat une tendance men li talat ma habtetch. Ahna fi Tunis raw à un certain moment, c'était le pic Snapchat, ma'nta fahmt. Ray abou ali kif kif waqt li ma'nta awel ma bdat c'était Snapchat. Dabrat une communauté li stin setbeh khatr Snapchat, men sbih li lil wahma yaishou ma'ak fahmt lahza bi lahza. Ama brout consomme barcha 3G. Hadak alish ana nqoulou ya tamia. Kan ma jesh tamia w tamia fi 3G mtina rak ltaw mazal انا توا عجيمي عرفت علاش قلت لي ما نغزرلوش وما يهمنيش على خاطر طلع ياكل برشا في الوجه عندك اجيان برا محمد راه ما يختفلوش الفيد نتاع الكلب فيها فريق خويا انا لازمني واحد فريق الاوس ليديا سي فو خدت عندك معناتها حتى واحد من اللي حاضرين ما قال راني ما فهمتوش شنو هي انا لتو ما فهمتوش انا في بالك ما حبش يتصب لك حبيت نصبهم من كثر اي خاطر انا ديما نحب نتعدى ديريكت في الكونت تاع الفيسبوك يا اخي وقال لي ليه فرز عليا باش هو ما يتعاملش مع الفيسبوك تعمل كونت يذولي وحدك معناها ومطلب راهو اللي ما يتعاملش مع الفيسبوك راهو ما عنده نيوسر بالحق راهو هذا من كبر معروف نهيته معناها حتميه هو اسمع حاشين فيسبوك يا شريك يا يحطمك صحيح معناتها يا كيما انستغرام مع احتراماتنا معناها برشا توانسه ياخذوا مشاركه فيسبوك تحيه لهم تحيه لهم دوب الناس اللي تيه ما يقولوش امريكان شكون كندي بالحق فما شكون توانسه وي احنا عندنا ولد حماتنا في الشوش اسم شيخ في شركه الفيسبوك تحيه مثلا تقول يا ربي يرحم بيك ديما يخدم لي الفيسبوك بتاع المراه هو مشكله راه والله في بالك ديفلوبور والعباد هذوما احنا في تونس ديما في مخاخنا انت تعرف بيراتي صحيح انت بجربي ريدماري البي سي ديما في مخاخنا على فكره انت ليه بس راك لون سناب شات ما هو اصفر ولا وي 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 معناها التاكسيات لا وبالفلتر زاد ميرسي باش يرفتر هذاك عبد كيحب يرقيك يقول لك محلامة لا حتى التاكسي راقي على الاخر انت تقول تاكسيات ولا كيران لا تاكسيات هو وسائل النقل الكل نحترموها بالطبيعه اكيد هكا ولا العجيمي اكيد شبيك عملت غزر درك فيك قلت كار انا جماعه اهلي عادي خاطرك في التاكسي الجامعي تاكسي جماعي مروان شنو تحب تقول اللي جاب فكره كره القدم النسائيه نحب نقول له علاش من كي ماركيو ما يبدلوش بالمراوي اسال بوك عليه اسال بوك تو كي تكبر فسرول تحيه
العجيب. انا نتصور فوت نتاع النساء نتصور كل طرح يبدلوا المراه معناها كل طرح بتوني. علاش ما ترضاش واحده بنفس اللبسه تلعب بنفس الطرح؟ ابو تبيع هو ديجا سؤال محير كيفاش رضا وحداش فرد مريول. غريبه صعيبه اسمع مراه ترضى معها 10 نساء فرد مريول. والكوره والكوره لازم اسختي على البول. ها الكوره اللي شكاو روبا عجبني انا ذا الموضوع على لازم اسختي على البول ونعشر الكوره النسائيه. العقليه هذه هي اللي هلكت ذكرمه ذاك شنو جيت شوف هذه اللي هلكت على ذاك العبيد كي شفت اونز جابر وشفت معناها بطله ماني مع الناس في مخاخنا انه تنجم تكون معناها مراه كلي في السبور. ها هو تاخذ رخصه الكره مش كره دقيقه بركه ما عادش تقول كلامك شفيه شكرا لك حاجه برك فما حاجه هاي الشعبويه شكرا استوى شكرا الشعبويه توا اي خويا شنو تو توكسيك يا شعبوي انا نفدلك مش نفدلك دقيقه بركه احمد امان دقيقه بركه خلينا سيريو خلينا سيريو شويه بركه بالرسمي راه تو الكره النسائيه بالحق راه معناها هو مؤثر وعنده جينيراسيون تابعه فيه ودار شنو دار شنو كي هو حتى الفان هي الفان راهو العباد مش مقتنعه راهي الفان اهم من 20 كتاب صحيح واهم من راهو نعطيك امثله نتاع فانات في الدنيا قلبوا عملوا حرب عالميه الاولى والثانيه والثالثه فما جواسيس فاقوا بهم بفان اي مش طالع جيمي ولا كوين بفان اي جست حاجه بركه انه خلي الفان الاحمد والمروان اي عبد الذم خليها الفان تعاون مثلا نجم تعمل فان على مثلا كيفاش جواريت مثلا نتاع النساء ما يخلصوش برش أي. قول باش يخلصوهم ماسكارا أي. قول باش دار شنو اعمل فان تعاون انا ما نتفوهاش يعيشك يا طارق وركزك طارق والحنيش تعرف امنيتي شنية قل يشوفوك المستمعين قبل ما تدخل البلاتو علاش باش تحكي على كرة القدم النساء شعبوية خويا 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 دقيقة بركة سيعفة مؤامرة كبيرة على شخصي مؤامرة كبيرة على شخصي وجمهور ماهوش محايد نقول لك حاجه بركه بالعكس نجم ونذوم اما برسمي والله العظيم خاصه الكره النسائيه واللعب الفرديه أي. بالحق رامي بالرسمي والله يعاني مره قابلت واحد انا في القهوه فهمني كيفاش يجيب فيه ولع نحكي وطلع شامبيون دافريك ثلاثه مرات اقسم بالله العظيم في حي الخضره رياضات الفرديه تخيل يعني. انت نسى شامبيون دافريك في البوكس هذا مش حتى معناها شادد شامبيون دافريك وفي يخدم في قهوه معناها صحيح تو ما زاد الرشوه في الاتراح نتاع النساء تصور مثلا واحده تاكل غلط تجيها الاربيتره نتاعها وتقول لها تقعد اسمها تقول لها سامحني يا اخي علاش الكرتون مسيتها انا تقول لها تاكل بار داريير عزايزه تغزر لها فيها وتقول لها حويش بك وين قديتهم تسمع رشوه جماليه صحيح تقول لها حويش بك وين قديتهم والله انتم ظالمين كره القدم النسائيه ما كنتش تتبعوا في الاوروب مثلا برشا فرجه برشا جو برشا متعه وش باش تخرج بالضبط في كرة القدم في الأوروب بالحق ساعات نندم اني ما شجعتش كيبير والله تتبع بالضبط كنا بالحق مشجعين وعاملين كوم خاطرنا بالنسبة لينا حتى سبور راهو لازمته كوم فهمت كان جينا عاملين كوم وقاعدين مشجعين معناتها ليكيب سبورتيف فيمينين حتى اون جينيرال حتى في السبور الكل ابار الكوره معناتها عندنا ايكيب نتاع هوند قويه برشا دايوغ ال سون كاليفي الشامبيونات دو موند في بيلي ولا هي جوز اولمبيك سامحوني مانيش متاكده برشا ديغنييغمون مازالوا كيعملوا كاليفيكاسيون نتاعهم عندنا زاد الرجبي عندنا ايكيب تحفونا بالكدا بالكدا الكوره الحقيقه انا ما عنديش فكره خاطر الكوره بكلها مانيش متبعتها فهمت اما تصور انتوما كان معناتها جيت عندنا ماتش نتاع اولاد باش نتفرج فيهم اولاد الاكيب ناسيونال نتاعنا واكيب واحده اخرى فيها دره زروق مثلا انا نتفرج في دره سير لا لا سير لحظه في دون شيء معناها هو يعتبر المراه معناها فود لازمها تكون جميله باش تلعب أي. يا اوت سبيكر المراه بالجمال المراه راهي روح المراه كيان المراه موقف علاش انت تقول جعفر اصلا طلع جعفر علاش انت نحكي معك بلوغتك ترى الشعبويه علاش توك ايش بالدره تفرج انا في الدره ونسال اخرين شبيهم انت اللي قلت خايبين علاش علاش كان على الدره احكي علاش كان على الدره خاطر الدره ديجا مراه والاخرين مراه علاش مراه خايبه لا شبيبة ليديا سمحوني انتم الكل اوز بعد شوية توجيهوا بالعجيمي علاش يختار الجمال وما يحبش الرياضة والفن اللي هي رياضة فن قبل ما تكون جمال اكيد اللي يقول فيه اوز المسعودي الكل اختير موصين معاكم حتى لتسعة عمد عليل احمد العجيمي يشتب تسمع كأغنية حب نسمع اوز يعتذر من سيد عطول مروان بوزيان انت شمسي اوز ماك الشمس الجينيراسيون تحيه لكم الناس الكل وين ما تسمعوا فينا اللي حرك في الميكرو شكروا لي دي العسلي هلو هلو مالي شو صدقه خضر حرك الميكرو مرحبا زينا مونغا تي مونغا سور مرحبا بكم ماما بالله فما كوتش يتبع فينا
اما كوتش سبورتيف اسمه مروان الشعافي يحب ديفيل العجيمي قالوا راني في 3 شهور ردك بدن اي ما نعرفش اسكو يقبل انا ننصح هذا ولا نقولوا في 3 شهور ردك كيفي احمد العجيمي اهلا وسهلا اوصل مسعود مرحبا رجعت سافا مريقل ليه مريقل انا جاوي به ولا قبلتها الحكاية نتاع توكسي ليه مش وليت نعيش بها تبني انا بابا قايدني في توكسيك تو اسمع سونا اهلا بالجو بالبوزيتيفيتي اه والشيخ تلتحق بينا ليليا المعمري اهلا وسهلا مازلت ماك مصدقه حتى شيء اي فاخرتك اسمها مش مصدقه توت سويت مش مصدقه مع ليليا مش مصدقة يلا به انا اليوم مانيش مصدقة ليش امهات التوينز الكل كيف كيف امي عندها فازة ديما تعمل هيلي كي يجيو الضيف تقولي اخر سنة مع الضيف قولوا امي ما عينيش معني ما نحبش شو تعمل امي تجيبهم لي للبيت وانا نبدا لبسة سورفيتمو معني حالتي حليلة تجيبهم لي للبيت صحيح وخلي كي ما نهزش تليفون طيب ليه كي ما نهزش تليفون شو معني معني يا مسمعش يا مسكر هي. ليه عند امي تختفض وقتلوني وحاسين قريب نحل التلفزة نلقى روح في حقائق الاربعة تلقى تقرير في حقائق الاربعة تقرير في حقائق الاربعة اب 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 كي هكا مثلا شنو اللي صاير مع ليليا علاش ليليا غابت اكثر من 30 ثانيه على الوالده نتاعها وين ليليا وين متخفيه هذا الكل تلقاوه نهار الخميس في الحقائق الاربعه وليا تقع في البيت هي من با خرجت من الدار وديما عندها كلمه تقولي لي احكي لي راني امك نحكي لها قول امي اي نلقى حكايتي في اخبار 8 والله انا قام في اخبار 8 مش مصدقه ليش امي كي تصلي تكون قاعدة تصلي في أمين الله راه ما صار شيء أنا نتعدى وين تولي تصفق لازم في 5 دقائق أمك تعرف إيش تحب الغاز ما يشعلش الباب ما وش يدق ما تعرفش الله أعمل أمك كي وهي تصلي كبير تصلي ما مفهومة شيء لا مفهومة شيء صحيح وخلي عاد كي نحكي أنا هي وخالتي في التليفون ما يوفيش تليفون أنا نكبر أيه. ونخدم أيه. ونعرس وندخلوا في عام جديد وامي ما زلت تحكي في التليفون تعرفش وقتاش يتعلق تليفون طارق وقت اللي يتعبوا ليه ما يتعلقش تليفون وقت التليفون هو يتعب وتحشار وقتها يعلق التليفون انا أيه. 10 19 سنين وامي 10 تبارك الله 19 سنين كل ما امي طيب جلبانه تستغرب كيفاش انا ما ناكلهاش تقولي واخا ريت متكش جلبانه والله ناكل امي الجلبانه وامي ديما مش فلوسها فلوس المراه فلوس الليل نحب نسال المراه اللي انا بدي ما نعرفهاش اليومنا هذا ونقولها يا اخي انت بعقلك تخدم وتخلي شهريتك عند امي يا اخي سامحني وغلطت غلطه في حياتي عملت فظيعه مش نورمال غلطه الموسم ستري جراف صح لان عملت فيسبوك لامي هبطت مود باس هستوري استنى ساعه الكلمه ذي باش يتعدى اليوم باش ننقصوا في المونتاج معناها امي ما تسمعش ولا قاعده تسمع تو انا تحكي التليفون باي قص برافو 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 مش مصدق ملا ليليا ملا ليليا هاو عنا عبيد دامري هاو انت احمد فم نوي بين المعاهد انا ننصحك ليليا خاطر اسمها قتلي نخاف كي راهو وحدي في الليل ماذا بك تروح معاها سينو داركم سايب شويه يدخلوك مروان مزيان قول لي بابا لنسيت لنا حكايه ال 10000 لايت في التليفون اي معانا على التليفون شوفوا شكون معانا في 14000 لايت الو هلا وسهلا الو عسلامه من معنا على الهاتف خير الدين خير الدين شنو اللقب خير الدين باش صغير خير الدين خضير مين تكلم فينا صغير 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 يا سي خير الدين الصغير يا باشا منين تكلم فينا من منطقه بير صالح في المهدية الجم من المهدية من المهدية شنو احوالك شنو تعمل في الدنيا والله مازلت نقرا مازلت تقرا قد ايه عمرك خير الدين عمري 19 سنه الصوت راهو معناها راهو يعطي على بي دي جي معناها بالحق صوتك اكبر منك بعامين بي دي جي عنده 6 سنين مرسم كنت نقول له بخليك صغيرات صحيح شنو الاحوال الصحيه شنو الاحوال الصحيه في المهديه خير الدين لا والله هكاك القوي تسكر الكبر في يدك 8 حاسك سامحني خير الدين اما حاسك قلق شويه ديزون برشا لا والله لا ولا عم زي خوي هي والله ليه ديجا توم تاعها قلق راه قالت لي لا بالعكس والله فرحان كي كلمتني انت كلمتنا خير الدين اي اي جاوبت خاطر بي مروان عندك سؤال خير الدين عندي عندي سؤال فيت في يلا تذكرش وقتاش قيدوك قيدوك في المضمون النهار واللي جاي مش يعطيني هنا كيفاش لا خاطر انا حاس قيدوه بعد 5 سنين ما تولد على خاطر صوت بارابور العمر ما همش مقابلين بعض لا قيدوني بعد بنهار بعد بنهار باهي خير الدين وي انت مواليد شهر شنايا
جويليا شهر جويليا. سؤال صعيب شوية كان جاوب عليه بس هي تربح معنا 10,000 لايك. مواليد شهر جويليا هما برج شنية؟ برج السرطان. برج السرطان. برافو خيرالدين. برافو برافو مبدع برافو خيرالدين. خيرالدين نحب سؤال ما أصعب شوية. شهر جويليا في أنا فصلي جي ليه صعيب أكيد شنية؟ نورمال مو. نورمال مو ولا متأكد؟ متأكد. شنو هي الفصل؟ الصيف. برافو خير الدين. مبدع. سؤال الأخير وهو الحاسم. أعطيني شخصية معروفة في التاريخ وحيدة اسمها خير الدين وحيدة. خير الدين باشا. الله الله الله. صور قبل الفايز. الله الله. منين اخترتون؟ منين اخترتون؟ ما هوش قلق. صوته قد عمره. مبروك مبروك عليك خير الدين 10,000 لايك تلقاها بعد شويه في التليفون نتاعك. ميرسي على الاتصال نتاعك وان شاء الله نلقاوك ديما في الاستماع. ليديا العسلي ميرسي ميرسي. ها ميرسي ميرسي. كملنا في بالك كملنا فقره نتاعك. نعرف نعرف. جيو ابطال. جيو ابطال كل يوم بطل اولمبي ولا بارا اولمبي تختار هنا بان على قريب الالعاب الاولمبيه ولا الالعاب البارا اولمبيه. تو سويت جيو ابطال مع ليديا. اليوم طارق اخترت لاعب من الجو بارا أولمبيك. اليوم نحكيه على وليد كتيلة اللي عمره 35 سنة اللي تم اختياره الحمل العالم في حفل افتتاح لجو بارا أولمبيك اللي باش تكون من 24 أوت ل 5 سبتمبر. وليد اللي متخصص في ليزيبروف دو موين ديستانس وحائز على 5 ريكورد دو موند برك الله معناتا avec les 12 titres de champion du monde en e-sport et 3 fois champion para olympique اختصاص 100 200 400 و800 كاتيجوري تي 34 باش يكون ملتقانا معاه ان شاء الله في طوكيو في المزيد من القياسات والدنيا والذهب. يا وليد بالتوفيق ليك شامبيون. يلا هذه جواب تاعنا. احمد العجيمي بابا والله كانوا يعمل روبريك كونترها جيو بطال ولغي السؤال يحكي الفكره اللي تشوفها تقولها هي والله العظيم تو تقلب في اللي كما تنجح جيو بطال باهي جيو بطال نجيب واحد نطيح الركور في البطاله في تونس ها وانت موجود نخدم انا هاني معاك وحمل هم نجيب واحد عنده 40 50 سنه عرفته اي باهي يلا تسويت نتعداو في 30 فهم الفقره مال العجيمي كالعاده 30 ثانيه في 30 ثانيه في 30 30 ثانية نقنعوه تقنع في شخص في 30 ثانية تسويت في 30 ثانية. يلا أحمد العجيمي تفضل. أنت بطال أي ومجيت باش تقابل شيف داجونس نتاع البنكة اللي أنت تتعامل معاه باش تقنعه يعطيك قرض 200 مليون في 30 ثانية. سهل. يلا في 30 ثانية نقول له شو راني شد عليك دوسيات وكان ما تعطينيش قرض 200 مليون باش نفضحك وكان تعطيني ندخل معاك في الدوسيات هذوك. شيء دوسيات في شيت نتاعو فضايحو باه مروان في 30 ثانيه تقنع يعطيك قرض 200 مليون والله ساعه ندخل اخر حاجه نحكيها هي القرض ندخل ديريكت على السلامه اش نحوالك سيفلين سافا لاباس العائله لاباس نقول له خويا والله عندي مشروع وخممت فيك انت اول من اول العباد قلت كونتابيليتي ما نلقاش انسان كفء معناتها في قيمتك وفي كفاءتك المشروع هذا حكايه فارغه معناها بما انك انت باش تشد الدجيه وانا البي دي جي نتاعو ونتصور في اوقات الفراغ نتاعك تقعد فقط 200 مليون قرض حكايه فارغه تصحح لنا فيها خلي تسلم القرض ولاندي في بيروك تخدم ان شاء الله على روحك ونبداو في مشروعنا. قديش سوقنا للرشوه اليوم في الحصه سي انور مره والله انا داخل في اللعبه سامحني في اللعبه وضعي خايله خاطر مروان كان ينجم يعمل حاجه ما خير. اعطيني في 30 ثانيه كيفاش تقنع يعطيك قرض 200 مليون قبل ما ندخل نقلد سود الغنوشي ونكلمه جايك ولا يعطيه 200 مليون مريك باهي ليديا انا ليه اخف من هذا برشا معناتها باش نقولوا او موا تعرفش كيفاش نعملوا بارتناريا انا وي كولابوراسيون اربع ستوريات كي نجيب لك ليونيت باهين معناتها للبنك للبنك اي خاطر يستحقوني مش نورمال يستناو فينا نعمل لهم ستوري تعمل لي ستوري للبنك وريني بونجور بونجور جيسبيغ كو تو الموند فا بيان اليوم انا في بنك ياسر تحفونه سيرفيس ياسر محلاه لاكوي مش نورمال ديكوراسيون تفتق معناتها واهم حاجه الميكرو تفتق زاد واهم حاجه يا البنات راهو الديريكتور هنايا ياسر بوغوس وحس ما سمعته
حسب ما سمعت لي هو سيليباتير. اوكي جو في الماركي في الستوري باش نحط لكم كود برومو زاد كيف كيف معناتها ماذا بكم هكا كود شيمو اي ما في الانتيريس نقص لهم في الدود انتيريس معناتها نجيو من عندي في بالي تجبد مليون اوكي يعطيوك زوز. نحن سوقنا للرشوه سوقنا زاد القروضات. انا نكره القروضات وما نشجع حتى حد على خاطر انا بيتي خاطر ما يعطيونيش عليه اباغتو سا بالحق ما نجمش نفدلك بها الحكايه خاطر الماجوريتي نتاع التوانسه غارقين في القروضات ومشكله كبيره. دونك انا ننصحكم شوفوا كيفاش تلموا فلوس ولا ما نعرفش ولا ما تعملوش اللي باش تعملوه ما تغرقوش رواحكم في الكريديت. هذا هو الصوت الواعي اللي نبحث عليه عندي مدة. لا بالحق اما ما فهم توايا صحيح كلامها اما ما فماش حلول اخرى فهمتني فماش خاطر انت لا سامحني نقول لك حاجه سيريو شويه كان احكيو سيريو شويه خلينا احمد هو صحيح العبيد معناها ديجا دخلت في الذاكرة الشعبية انه واحد راهو باش يتخرج لازم ياخو قرض باش ياخو دار ولا باش يعرس ولا دخلت سيبو معناها ولت في النورمال اللي هي كانت حاجة قبل العبيد تخمم فيها برشا باش تعملها. الأما المشكلة شنو اللي نطلبه من دولتنا تلقانا الحل للشباب. علاش خاطر انت قلت توا فعبيد باش عمل مشروع ودار شنو اي بالحق يعمل مشروع يخمم لازم يعمل قرض خمم يلم فلوس مثلا باش يعملوا 5 سنين يقعد يلم 10 سنين باش يعمل المشروع هذاك ولا يلقى حل اخر. مي ساعات ما فماش حل في مشاريع كبار بتبداو بزيرو بيدجي وي هاي معروفين زيرو بيدجي ريتو كان على الانستغرام هذوما. لا 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 نعرف منهم برشا جوست انت لازمك تعرف الحاجات الاخرين معناتها سي با لي زيكزامبل اللي في مخك هما لا فيغيتي. شوف شنو هما حاجه بركه كوتش انه هما هذوما راهم تحكي عليهم انت مميزين شويه شو نقول لك عليه كلنا مميزين انت مميز واي عبد نجم يلقى فكره معناها بيل جيتس واحد وحتى في تونس حمادي عبيد واحد سامحني كان بوب معناها فما دي زيكسبيريونس بالرسمي كان جاوا الناس الكل كيكا راهم مش حاجه فريده. اما ما نسمهكش على البوب حالي مشاهري اما العالم في 7 مليارات مش لكلهم معناها بتهم فهمت الصفر صحيح فما ناس صفر البرسنتاج نتاع العباد ناجحه راهي 2% في العالم راهي معناها 2% شويه اي علي اللي ماخذين قروضات ناجحين ماهمش ناجحين اما في الموضوع شغل في الموضوع فما شكون نجح بالقروضات وما شكون ما نجحش بالقروضات. دخلنا في التريب بتاع مونجيت جاتو هذيا كان تاع عرفتك وي لحظه لحظه اختار منين جبتها؟ قديمه منين جبتها؟ قديمه مونجيت شنو؟ هذيا كلمة تاع البرنسيسه اللي طلعوا عليها في الثوره في فرنسا قالت لهم اكتفي بهذي لا بالحق اكتفي بهذي ويزي سي بابا ساقط في التيتر اوس مونجيت جاتو صحيح ساوس يبهر يبهر تراها ليليا ما قبل ال 20 سنه كيفاش تقنع باش ياخذ قرض 200 مليون علاش ناخذ 200 مليون؟ انا نحب قرض 100,000 هاي القناعه انا 100,000 بدل حياتي والله ليليا تنجح ياسر كورونيكوز غدوه اش عندك تعمل؟ خد شاي برا اعمل قهوه بدل شاي اوكي يلا بس من فيديوهات التيك توك ذاك توكسي اوس مسعود ينسلك العام الجاي في البرمجه الشتويه شنو عندنا اوس وين نلقاو خويا تلقاني في كاكتوس اي في قناه 9 لكن لا استطيع لا استطيع علاش خاطر انا تو في فتره نقاهه معناها الشهر الجاي هو اللي فيه التحضير نتاع الافكار الجديده وفيه معناها لي زيد جدد فما تغييرات معنا بها في 9 وفي الورتيني على راس البرمجه هكا ولا الاخبار اي صحيح الاخبار هذيك دونك بون هي ما عندها حتى علاقه معناها معناها ولا مدير برمجه في العام صحيح في القناه الكل نوف باش يقعد منشط ولا اكيد ان شاء الله كالعاده فما زوز حصص ما تو سي بعد نقول لك كل شيء والراو هي انت قولي كل شيء لا امش نقول لك حاجه برك هو فهم شكون قال ما تقولش كل شيء لا وصاني مروان قال لي راهو حندريس راهو بلول يضحك معاك ما تقرا قلت كل شيء عاطين نقول لك حاجه برك انه انا الشهر الجاي كيما اللي كيب الكل نتصور معناها ناخذوا شهر نتاع راحه ومن بعد الشهر الجاي هو اللي نحضروا فيه الافكار الجديده سواء برامج جديده سواء روبريكات جديده دونك ما نجمش نعطيك حاجه خاطر ساعات ماك تعرف انت في الاعلام نجموا نحضروا برنامج كامل وبعد نجيو ثم كل شيء يتبدل فوالا فهمت فازا مي لي كونسيبت كالعاده معناها ديما باش نقعد معناها برامج ترفيهيه مش عام الجاي باش نقعد معناها نعملوا في الاخبار تاع 8 فهمت اوس كممثل الستاتيو نجموا نشوفوها ولا اكيد نشوفوها قريبا زاد بعد قداش من شهر قريبا في السينما قبل التلف ان شاء الله موافق اوس المسعودي بجي الكل انا اللي فيديو تيك توك كان عندي هما اللي فيديو تيك توك اللي يدوروا برشا يختارهم نحن العجيمي بيسكو عمل تيك توك يختار لنا بعض الفيديوهات ونعدي اعطينا فيديو يلا تليفوني اغزر اوس اغزر باش كهو شبيش يقصد ولا ما نعرف شكون اختار هذا المعدل اعطينا فيديو اخرى سيد المعدل هذيك كارو الريفي لما حال صحيح اعطينا فيديو ثانيه ترى
تيك توك الغريب. سوء التصرف في الطياره ذي العجيمي كان نهار تاخذ طياره والله بتضحك على الاخر نعم نعمل لك ايه بتعمل هيك بتطلع في الطياره دونك نداء للتونيسير ودبي لكم بتعطيه لا تسكر لا فيزا بيبليسيتي هذاك قلت لا تونيسير اللي تشارك هذا تونيسير شكون ما يعرفش في تونس. ميرسي بوكو كل الفريق ميرسي مروان ليديا العجيمي ليليا اوسما سعودي ميرسي بوكو عشان نلقاكم معنا مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اسما ميرسي بوكو زيد نلقاكم معنا الجمعه الجايه وي ام في الاخراج حلمي بربيع منذر ذوادي في الاعداد حازم السنوسي وإيمان الجدي في الي اف ام تي في هنتقابلوا غدوة في آخر مواعيد الأسبوع هذا في نفس التوقيت إلى اللقاء تشاو تشاو.